الاتجاه أن تأخذ جزئية وأن تهمل النصوص الأخرى، بمعنى لا تجمع بين النصوص، والاتجاة أيضا أن تأخذ جزئية وتهمل كلية، فهو يشتمل على صورته. أنا أعطي أمثلة كلكم يعرف ذلك. قد ورد في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت تمسك البعض بهذا الحديث ورفعه ليحارب كل العالم، لكن هل هناك أمرت أخرى؟ يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. في آخر سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، العبادة وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، إذن جهاد القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. بالتأكيد فإن أمرت أن أقاتل في مقابل إنما أمرت، هذا الحديث كل ألفاظه تحتمل التأويل، والعلماء قالوا ذلك. أمرت، من أمر هو سلطان بصفته السلطانية وليس بصفة البلاغ كما يقول القرافي. إذن من هو الذي يقوم يقاتل على فرض وجوب القتال؟ هو دولة وليس فردا.